قال لي هركان كنتي باغا تقتليها وباغانا نخليوك تمشي في حالك بحال الا ما وقع والو. رجع ضربها مره اخرى حتى داخت وما بقات عفات راسها فين كاينه وبدات كتبكي وترغب. قالت جا عندي واحد قبيله وراني صوره هاد البنت وقال لي يحقنيها بهذا. رفضت وهو يجبد التليفون وراني تصويرت ولدي في الحضانه. قال لي الا ما درتش هاد الشي اللي قال غادي يقتلوه. طاحت على ركابيها ودايره ايديها على وجهها وكتبكي. اما ركان وسيف كيشوفوا فيها وباين عليهم معصبين وساخطين، ولكن وخا هكاك بقات فيهم. شافوا في بعضياتهم كيهضروا غير بالعينين، عارفين شكون يقدر يكون باغي يقتل غدير، شكون من غيرهم الاهداف اللي حاسين بالخطر، ومنهم الاب ديال سيف اللي ولا هاد الاخير حاسبو شخص غريب عليه ماشي باه. ركان قال وقفي وبارك من لبكة، سمعيني مزيان اش غادي نقول ليك. غادة تمشي تجري تعيطي على الطبيب وتقولي ليه المريضة جاتها حالة توقف القلب. يلا مسحي وجهك وديري داكشي اللي قلت ليك. وقفات كتمسح في دموعها وما فهماتش علاش قال ليها دير هكا، ولكن مشات نفذات شنو قال ليها. جا الطبيب وسد ركان الغرفة وشرح ليه باللي حياة غدير في خطر وخاصهم ينقلوها من هنا ويعلنوا على خبر وفاتها المزيف. عاد فهمات الممرضة شنو واقع، أعلن الطبيب وفاة المريضة غدير وخرج هو وركان يقادوا الأوراق. خرجت الممرضة وهي ممتنة لهم حيث لو كان عرفوا الاخرين اللي هدوها باللي ما قتلاتش غدير غادي يصفيوها ليها هي وولدها. وقدام غرفة الصخر واقفة الأم ديالو وعينيها حمرين بالبكا وجنبها سراج. جا الطبيب ودخل عند الصخر وشاف حالته وخرج وقال ليهم الخبر المحزن أنه دخل في غيبوبة وما عندهم حتى شي فكرة إمتى يفيق. الأم رقية انهارت تماك وغابت على الوعي. نقلوها لغرفة أخرى وعلقوا لها السيروم. سراج بغي حماق ما حيلتو لخوه اللي ناعس ويعلم الله واش يرجع يفيق أو لا، أو لا لمو اللي ما قدرت تصبر على ولدها. داز يوم بطيء وكحل على كلا الجانبين. ركان تكلف بكل شي باش تنقل غدير من تماك وقرر يديها خارج البلاد باش يعالجها وحتى لحمايتها من الأشخاص اللي باغين يأديوها. سيف ما تحركش من حداها، ابقى جالس جنبها وشاد ليها في ايدها حتى حس بيها تحركات وهو يهز راسه. بانت ليه كتحل في عينيها وعنقها وقبل خدها. قال ليها الحمد لله على سلامتك غدير كتسمعيني؟ دارت عنده ابتسمات وقالت اه. وهو يقول لها سيف خرجتيها مني خلعة كيف كتحسن؟ قالت مزيان تفكرات شي حاجة. وخرجت عينيها وشدت في ايد سيف وقالت له صخر صخر فينا هو شنو وقع لي؟ وبدات كتبكي وقالت كان معايا سيف صخر فينا. يلا بغي يجاوب وهو يدخل ركان شافها فاقت وجا عندها ما حش احتهبط عندها وعنقها بقوة وقال لها على سلامتك. قالت ركان فينا هو صخر؟ بعد عليها وزير على قبضة ايده ما عرفش شنو يقول لها. فاش كان جاي شاف سراج وقال ليه باللي صخر دخل في غيبوبة. إلا عرفات ما غاداش تبغي تمشي تسافر قرر يكذب عليها لمصلحتها، ما خاصهاش تبقى هنا. ابتسم وقال صخر بخير ما عندك علاش تخافي. قالت غدير خاصني نمشي نشوفه عافاك ديني عنده. حاولت تحرك جسمها السفلي وما قدرتش، كتزير على رجلها باش تحركها ووالي. مدات ايدها وحطاتها على رجليها كتلمس فيها شويه، بدات كتضرب في رجليها بالجهد وهزات راسها كتشوف فيهم ودموعها غادين شلال. قالت ما كنحش برجليا، رجليا مالهم علاش ما كنحش بيهم؟ سيف قال لها كيفاش؟ وهو يقول ركان كيفاش ما كتحسيش برجليك؟ غدير بدات كتبكي وقالت رجلي رجليا ما كنحش بيهم. بدات كتضرب فيهم بهستيريا وقالت علاش ربي علاش؟ سيف قرب منها وشد ليها في ايدها باش ما تبقاش تضرب. عيني حمارو ومغرغرين منظرها قطع ليه قلبه وبقى ركان بدوره مصدوم. خرج كيجري ورجع بعد لحظات شانق على الطبيب. دخلوه هو كيغوت، قال له شوف شنو عندها علاش ما كتحسش برجليها؟ ايش كنتو كديرو في غرفه العمليات؟ قال ليه الطبيب ممكن تخرجوا
خاصني نفحصها. خرج راكان وسيف كيتسناو على برا، مصدومين ومقادرينش يتخيلوا أن غادير غدا تولي مقعدة. بعد عدة دقائق خرج طبيب وبلغهم بالخبر المؤسف، وباللي فعلا تشلات من نصفها السفلي وفقدت القدرة على المشي بسبب الحادث. دخلوا عندها محصرين على حالتها، بانت ليهم جالسة مسندة على المخاد وساهية ودموعها غادين بحدهم بدون صوت، ما عرفوش شنو غادي يقولوا ليها وباش يقدروا يوسيوها. وبعد صمت طويل خبرها راكان باللي غادي ياخدها للخارج باش تتعالج، وخاصة دابا فاش عرفوا باللي تشلات. ما عارضاتش، حدها اكتفات بالصمت وخلاتهم يتكلفوا بكل شيء. وفي اليوم التالي خرجوها من المستشفى مباشرة للمطار. كانت أول مرة تستعمل الكرسي المتحرك، فبقات ملتزمة الصمت وغير كتشوف بعينيها. ودعات سيف في المطار ووعدها يخلط عليها في أسرع وقت. دازت الأيام وغادير بدات كتقبل الوضع شوية بشوية، وبدات العلاج مع راكان اللي كان صعيب عليها، ولكن اللي محفزها هو أنها على الأقل غادة ترجع تتحكم في حياتها، وخا غادة تعيش مقعدة لباقي حياتها إلا أنها غادة تعالج من المرض وسانديو والماضي الأسود. جلسات التنويم المغناطيسي ما كانوا سهلين، وبدات غادير كتحس بالتغيير والتحسن وفرحات لحالتها، ولكن ديما ضحكتها كانت ناقصة وكتسها بزاف. وفي الليل ملي كتبقى بوحدها كتجلس تفكر في صخر. وآخر حاجة وقعت اعترافه لها بحبه والحادث وعجزها على المشي ومجيئهم لبلاد أخرى فجأة. كتسائل مع راسها على أحواله، واش بخير وعلاش يا ترى ما سولش عليها. والصافي ينساها، كتبكي حتى كتعيا وكتنعس على أمل شي نهار تسمع أخباره أو لا تشوفه. في الأول كانت كتسول راكان عليه وكيقول لها مشغول مع الخدمة والقضايا، وكتحس باللي كيتقلق، وشوية بشوية ما بقاش كتسول. وفي المغرب دايز أسبوع على صخر هو مازال مفاق من الغيبوبة. رقية وسراج ديما في جنبه كيتسناو بفارغ الصبر أنه يفيق. وكباقي الأيام كانت جالسة حده راسو كتقرع عليه القرآن وكتدعي معاه، حتى شافت عينيه كيتحركوا. ناضت بالزربة كتدوس إيدها على وجهه فرحانة وكتبوس فيه وكتضحك. دخل سراج وغير باللي حال عينيه مشى كيجري عيط على الطبيب. شافوا الطبيب وطمأنهم عليه، قرب عنده سراج وضرب ليه على كتفه وقال على سلامتك السبع، خرجتيها من نخلها. شاف جهة الباب وكان واقف عمر متكي على الحيط ومربع يديه كيشوف فيه، وهو يقول له صخر فينا هي غادير. رقية قالت له شكون هادي يا ولدي؟ عمر بقى ساكت وهو يقول صخر راه سولتك زعما. سراج قال واش البنت اللي كانت معاك فاش درتي كسيدة؟ قال ليه صخر آه هي. وهو يقول له سراج للأسف ماتت. بقات ديك ماتت كتردد ليه في ودني، اجمد في بلاصتو وعينيه حمارو وتغرغرو بالدموع. حس بحال ليلى قطعتي ليه قلبو طراف طراف. كيفاش ماتت؟ لا ما يمكنش تموت. نزلت دمعة من عيونه كتجري بسرعة، دور وجهه الجهة الأخرى باش ما يشوفو حد، مسحها وحيد الغطا وناد بحال ليلى ركبتي ليه الضو. هو يقول ليه سراج انت فين غادي؟ واش ما قادر حتى توقف مقعد وخارج؟ رجع لبلاصتك حتى تبرا. كاع كان كرهو السبيطار ولكن راك زدتي فيها صخر، عاد فايق من كوما ويديك مهرسة، اجلس حتى تبرا. دار عنده عيني حمرين كبريين ونطر منه ايده ودار خارج. حس بسراج شد فيه مرة أخرى وهو ينفجر. قال ليه واطلق مني، كتعرف اشنا هي طلق مني؟ ودار عند عمر وقال له جيب لي ما نلبس قبل ما نحرق هاد السبيطار. خرج عمر بدون نقاش، جاب الطبيب ووصى واحد من الرجال يجيبوا لصخر ما يلبس. بقات امه وسراج غير كيشوفوا فيه، ما عارفين ما يديروا، كيفاش حتى تقلب في لحظه. بقاو متبعين ليه العين غادي جاي في الغرفه وكيصوت، وهي تقول له رقيه صخر مالك ولدي؟ واش كنتي كتعرف ديك البنت الله يرحمها؟ وقف ودار عندها شاف فيها وضرب الكرسي برجله وقال بعصبيه ما تقوليش الله يرحمها الوالده، ما تقوليهاش، هي ما ماتتش. قال ليه سراج تهدنا صاحبي مالك على هاد الحاله، واش الا قلتي ما ماتتش غدا ترجع؟ الله يهديك حضر عقلك.
عوت عليه الصخر وقال له ما ماتت هي ما ماتت، ما نعاودش نسمع هاد الكلمة مرة أخرى. خرج بخطوات مسرعة وعمر تابعه من اللور، توجه للاستقبال وقال المريضة غدير الأشقر إنا غرفة. طابت في البيسي الاسم وطلعوا لها المعلومات، وهي تهز راسها فيه وقالت المريضة ماتت أسبوع هذا. صخر زير على إيديه وقال متأكدة؟ شكون الطبيب اللي كان مسؤول عليها؟ قالت ليه اسم الطبيب وسولها على فين يلقاه، وراته المكتب دياله. تحرك بخطوات مسرعة ومشى لعند الطبيب، دخل عليه كيف الرعدة، شنق عليه وهزه من فوق الكرسي وبدا كيعطي فيه لكمات وحدة من ورا الأخرى. دخل عمر واعتق الطبيب من بين إيدين صخر وجر معاه صخر وخلاه الطبيب جالس في الأرض. خرجوا من المستشفى وطلعوا للطوموبيل، بغى يخرج الصخر ويرجع للمستشفى يقربلها عليهم. حتى وقف عمر وبدا كيعاود ليه على شحال من حاجة وقعات فاش كان كوما. أول حاجة قال ليه باللي اكتشفوا بأن الحادث كان مقصود، وبفضل كاميرات المراقبة قبضوا على سائق الرموك، وحاليا هو مسجون، واعترف باللي خدمه بالأخطاء من المال، ولكن منطق بسمية حد، عدبوه مزيان وما قالش شكون صيفته. تأكدوا باللي فعلا ما عارفش، ووصف لهم فقط الشخص اللي جا عنده، وكان بنفس مواصفات سنوب اللي كان صيفت خديجة الغدير. بعد ما سمع الصخر هادشي كله غير ما زاد تعصب وملامحه تقلبات، ولا بحال شي وحش باغي يفتارس اللي جا قدامه. تحرك عمر من تماك ووصل صخر لدارو، خرج من الطوموبيل وطلع للشقة وفتح الباب ودخل وتوجه للدوش ديريكت. وفي اليوم الموالي رجع صخر الخدمة وكله إصرار إلقى هادو اللي كانوا السبب ليه في الحادث وشحال من حاجة أخرى. جا هاد الأيام كان مراقب وهو بدوره كان داير الاحتياط في أي خطوة خطاها، وخدام حسي مسي ركز يلقى الشخص اللي غادي يساعدهم على الوصول داكشي اللي باغي بلا ما يخلي آثار. وهنا فاش دار تحركاته ولقى هيلر أبرع هاكر في البلاد واللي كانت هويته غير معروفة، ويوم ورا يوم كيبحث وما تهنى حتى قدر يعرف مكان هيلر. ما تفاجأش باللي هي فتاة وما هموش الأمر بتاتا، المهم عنده هو يوصل داكشي اللي بغى، وهي الوحيدة اللي تقدر تساعده واللي الاسم ديالها الحقيقي هو أسير. قال لها باش تدخل ملفات الشرطة السرية، قال لها باللي النظام محصن من الهاكرز خاصة الدواسة السرية، وبغاها تدخل لهم بلا ما يعيقوا باللي شي حد اخترق النظام. وبالفعل أسير اخترقت النظام وجبدات ليه قاع داكشي اللي بغى. سولها الصخر واش هي فعلا متأكدة باللي معاق بها حتى واحد، قالت ليه أسير دزت بحال الشبح ما عندهم حتى فكرة باللي السيستم تخترق، وفي أرقى أحياء مدينة لوس أنجلوس كتواجد مصحة من أشهر المصحات في المنطقة. وقفرة كان أمام غرفة في الطابق الأخير، دق وفتح الباب كيقلب عليها بعينيه ما بانتش ليه. تاجه البالكون اللي كيطل على الحديقة الكبيرة واللي مزينة بأجمل الأزهار والنباتات، وقف في باب البالكون كيتأمل في الإنسانة اللي قدامه، البراءة الطاغية على وجهها وشعرها الحريري كيطير الريح. دارت شافته وهي تبسم ليه، حطت إيدها على عجلات الكرسي المتحرك، دورات وقربت ليه حتى وقفت مقابلة معاه. ابتسمت غدير وقالت صباح الخير دكتور ركان. ركان تحنى بسها في جبهتها وقال صباح الورد والياسمين الأحلى غدير. قال لها كيف حاسة مزيان؟ قالت بديت نتقبل الوضع. حضرت عينيها وشافت في رجليها وقالت واخا وليت ناقصة ولكن الحمد لله. جلس القرفصاء مقابل معاها وقال حاشا واش تكوني ناقصة، ماشي حيت فقدتي القدرة على المشي صافي نقصات فيك شي حاجة. شد إيدها وقبلها وقال يكفي أنك تبقاي كيف ما أنت غدير اللي كنعرف، خاصة دابا فاش العلاج بدا كيعطي نتيجة. ملي تعالجي من مرضك كليا غادي نديك عند أحسن الأطباء وترجعي تمشي من جديد. سحبت إيدها من بين إيده وقالت أنا راضية بهذا الشي اللي كتاب عليا، وكيف ما قال الطبيب نسبة أنني نرجع نمشي ضئيلة إلى ما كانتش من عدمها. ركان قال لها شحال من حالة قبل منك قالوا ليهم الأطباء نفس الهضرة ورجعوا كيمشي،
كل شي على الإرادة والنفسية. خرج راكان وكيف سد الباب أطلقت العينان لدموعها اللي حابسة هم النهار كامل. ماشي أول مرة غدا تبكي، بل كل ليلة قبل ما تنعس كتفزق وسادتها بالدموع عاد كتنعس. كانت ما داكشي في قلبها، أسئلة عندها ما لها جواب، ما قادرت تسول حد أو لا تستفسر على شنو واقع. وزادها الوضع اللي هي فيه، شافت في رجليها والدموع كيجريو على خدها. مدات إيدها حطاتها على رجليها كتورك عليهم بكل جهدها لعل وعسى تحس بشي حاجة. ووالو وقت ما تذكرت بلي ما باقيش تقدر تمشي كيرجعوا عليها الأوجاع، وكتذكر الحادثة اللي داز عليها شهرين تقريبا وصخر اللي ما كيحيدش من بالها. كتسائل علاش ما سولش فيها وعلاش ما قلبش عليها، واش نساها ولا عرف بوضعها وما باقيش بغاها. تحسرات على اللحظات السعيدة اللي دوزو قبل الحادث وفرحتهم اللي ما كملاتش بعد ما اعترف ليها بحبه. حسات به كان صادق وداك الشي اللي قال خرج من قلبه. إذن علاش تخلى عليها؟ ونهار فاقت في المستشفى لقات غير راكان وسيف اللي بجنبها، تخلعات عليه وخافت تكون وقعت ليه شي حاجة. من اللي فاقت صباح كانوا عينيها منفوخين من كثرة البكاء اللي بكات في الليل. طلعت ليها الممرضة الفطور وسولات على راكان، قالت ليها باللي مشى المؤتمر في واشنطن وغادي يرجع الغد ليه. طلبات من الممرضة تنزلها للجردة حيت حاسة براسها مخنوقة وبغت تستنشق شوية ديال الهواء. نزلتها الممرضة في المصعد وخرجتها للجردة الخلفية، ما كان فيها حد غير هما بجوج. بقات كتدفع بيها الكرسي وكتدورها في المناظر الخلابة. استأدنات منها الممرضة ومشات تشوف شغلها وقالت ليها ما تبعدش، وإلى احتاجات شي حاجة تعيط ليها في التليفون. مديت لها التليفون اللي خلى لها راكان باش يتصل بيها ويطمئن عليها. بقات بوحدها جالسة في الكرسي، شعرها الكحل مطلوق على كتافها وجهها تنور وعينها لمعوا من اللي خرجت وشمات الهواء الطلق. تحنات شوية وبدات كتدوز إيدها على الورود وكتحسس ملمسهم. خطفت إيدها فاش حسات بشوكة ضرباتها في صباحها. هزات صباحها كتشوف فيه خارجة منه نقطة ديال الدم، وخسرات ملامح وجهها بشكل طفولي كتغبن حتى كتسمع ضراتك. سمعت صوت موراها وهي تحس بقلبها قفز من بلاصتو، جسمها تنمل عليها وإيديها كيترعدوا، الحزن والفرح تخلطوا عليها. بغات تدور عنده وتشوف فيه، تشبع منه وتستنشق ريحته وتعاتبه وتخاصم عليه حيت خلاها هاد المدة كلها كتعذب. ولكن هبطات عينيها في رجليها وحسات بالإحراج من حالتها، ولات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بقاتش غادير اللي كان بغف واحد الوقت. نزلوا دموعها اللي حبساتهم حتى عيات وطاحوا كيجري. حسات براسها كتحرك، دورها عنده حتى تقابلات معاه وما هزاتش راسها فيه. أهبط وجلس القرفصاء أنفاس معها، مد إيده هز إيدها كيشوف الجرحة اللي في صباحها، حطها على شفايفه ومص من الدم اللي كان فيه وباسه. هزات عينيها المدمعين وشافت فيه مبتسم وكيشوف فيها بحب وشوق كبير، وباقي شاد في إيديها وقال ليها وهو مبتسم هاني داويته. بقات مبلقة عينيها فيه، غمضاتهم وزيرات عليهم مزيان وعودات فتحاتهم بغت تأكد واش كتحلم ولا هو فعلا واقف قبالتها. حلاتهم ولقات باقي كيف هو كيشوف فيها بطريقة كتدوب بالتلج. رجع وقف مقابل معها وطلعت عينيها فيه متبعاه وما نطقات بحتى كلمة غير كتشوف فيهم متبعاه شنو كيدير. تحنى شوية عندها ودور إيدو مورا خسرها، هزها بخفة ولصقها معاه وخشاها في حضنه ومدور إيديه بجوج على ظهرها ومزير بكل قوته. خشى راسه في عنقها وخدا نفس طويل، استنشق ريحتها وقال لها الله على راحة، وهمس حدا ودنها وقال توحشتك. أبقت شادة لصخر في درعانه بجوج ومخشية في حضنه كتلم من قلبها هادشي ما يكونش حلم، ما قاداش على خيبة أمال خرى. ما قدرتش تقاوم فور ما حسات بدفء جسمه، حتى هي بدورها خشات راسها في صدره كتستنشق ريحته. قالت هذا انت ياك،
أنا ما كنحلمش كيف ديما، قال ليها وهو مبتسم. كنتي كتحلمي بيا ها؟ إيش كنا كنديرو في الحلم؟ قولي. خدودها توردوا وحدرات عينيها، نزل عليها شي خجل وجمعات فمها قبل ما تسرسر ليه شنو كان واقع فيها وهو بعيد عليها. قال ليها باقا شاكة واش حلم، واخا يكون حلم غادي نخرج ليك منو ونخطفك ونفدي فيك داكشي اللي دات عليا بمسبتك. وهي تقول له غادير صخر، علاش ما سولتيش فيا هاد المدة كلها؟ كنت عايشة بحال الميتة. كدفع فيه باش يطلقها وقالت هبطني ورجعني لبلاصتي عاد جاي. قال ليها اهداي، بدات كضرب فيه على صدره وقالت علاش خليتيني بوحدي؟ كنت غادا نحماق، فقت وسولت عليك وقالوا لي صحتك بخير، علاش ما جيتيش عندي؟ علاش؟ وكنت بغيت نجي لعندك ولكن رجليا صخر، انا وليت مقعده ما بقيتش نقدر نمشي. رجع صخر دمها وقال هادو اللي كانوا سبب في معاناتك غادي يخلصوا غالي كان وحدك، وهادشي اللي وقع ليك انا سبابه، سمحي ليا. قالت غدير هادشي مكتاب، تكتب عليا نولي مقعده بقيه حياتي ونكون عبء على الناس اللي كنبغي. قال ليها صخر ما عمري ما باقي نسمع منك هذا الكلمه، والا غادي نكع عليك بالمعقول، غادي نبقى لاصق واخا ما عرفت شنو يوقع. ما تحلميش تفكي مني. قالت غدير بالصح. وهو يقول ازقاي راه غادي نمرمدك هنا. ابتسمت وبعدات على عنقه وتقابلت معاه وقالت وفين كنتي هاد المده كلها؟ قال ليها صخر عندي اسبابي، من بعد نشرح لي كل شي. عرفتي شنو كان واقع فيا وانا بعيد عليك؟ راه كنت معذب كتار منك، كل شي غادي يتوضح غير حتى يجي داك خينا وغادي نوريه القوالب كيف دايرين. قالت غدير شكون هذا واش راه كان؟ قال ليها صخر نهارو بوحدو حتى نسالي ليه. نزل عينيه فيها وقال دوري ايديك على عنقي فغطيحي. دورات ايديها على عنقه كتشوف فيه مخرجها من تماك، شافتهم الممرضه وجات كتجري وقالت فين غادي بها سيدي؟ ممنوع عليها تخرج من هنا، الى ساق الدكتور راه كان الخبار غادي يجمعنا كاملين. قال ليها صخر سيري في حالك لنخرج فيك، ومن اللي يجي داك الكيدار قولي ليه صخر كيسلم عليك، وقريب يجي يدير معاك صلة الرحم. حل الطوموبيل ديالو حط غدير وسد الباب ورجع جاب الكرسي حطو اللور وركب وخرج من تماك، وحتى شي واحد ما قدر يمنعه. بدا غادي سايق وقال ليها فراسك باللي في المغرب محسوبة باللي انتي من الأموات. غدير دارت وشافت فيه وقالت شنو؟ وهو يقول لها صخر فقت من الغيبوبة وقالوا لي باللي متي. صدمات غدير وقالت كنتي في غيبوبة؟ صخر قال ليها ماشي هذا هو المهم، أصحاب الحسنات اللي صيفطوك لهنا بالأخبار وزايدين كذبوا عليا حتى أنا. غدير قالت صخر ما فهمت والو، كيفاش مت وانت كنتي في غيبوبة وما قالها لي حد؟ واش كانت في خبار راكان؟ صخر قال هذاك هو راس الحربة، هو وداك عشيرك حتى هو ولا فيه الدغل. وهي تقول غادية واش كان كيحساب ليك مت؟ قال ليها صخر لا كنت عارفك ما متيش، كنت حاس وكان خاصني نتأكد، كنت شوية غادي نقلب عليهم السبيطار حتى منعني عمر وعاود ليا على شنو وقع فاش كنت كوما، وباللي راه كان جابك لهنا باش تعالجي، غير بغيت نعرف المصرفق اللي قالها ليه من نيتو دار هاد المسرحية عليا حتى أنا. غدير قالت ما بقيت فهمت والو، واش دابا أنا محسوبة ميتة ولا شنو؟ قال ليها صخر ما تشغليش راسك بهاد الشي حاليا، كان وعدك كل شي غادي يتحل. رجعت كتشوف في الطريق وقالت فين غادين؟ قال ليها صخر عندي للدار. قالت عندك دار هنا؟ قال ليها اه كنت ساكن هنا شحال هذا. وهي تقول له واش ما غاديش نرجعوا المصحة؟ صخر قال حتى نصفي حسابي مع هذاك خينا وغادي نرجعك تكملي العلاج ديالك. غدير قالت
كيفاش غادي تصفي معاه الحساب؟ واش حيت كذب عليك؟ عافاك بلا ما تدابز. قال ليها الصخر والله لبقات فيه. والغد ليه وفي العيادة كان واقف ركان وسط المكتب وجامع الموظفين وكيحيح. قال كيفاش ما كيناش؟ واش أنا فين ما نتحرك لشي قنت نجي نلقاها مشات؟ مع من خدام أنا؟ مع الكوانب. وقف حدا الممرضة اللي كانت مقابلة غدير كيشوف فيها شوفات قزحة، بقى كيغوت عليهم وجر عليهم وبدا كيضرب اللي جات قدامه. مشى للمكتب وشغل الكاميرات ديال الجردة، بان ليه الصخر وهو يتكحل بالعمى، وضغط على قبضة ايديه بجوج وهو كيشوف في الصخر جالس قبالة غدير كيقبل في صباحها. وفاش عنقها وهزها وخرجها معاه، سد اللابتوب بالزعفة وزف به مع الحيط. الليل كامل منعش جالس في المكتب وحط ايديه بجوج على راسه كيخمم ومعصب. شوي يسمع الباب تفرع على الجهد وهو يهز عينيه، بان ليه الصخر داخل كيف الرعدة، ووجهه ما كيبشرش بالخير، كله حمر وعروقه منفوخين عكس كيف كان البارح. وقفرة كان مبادلو نفس الشوفات الغضب، حتى واحد فيهم ما بغيت نازل، وكل واحد مقصح راسه أكتر من الآخر. صخر مد إيدو ورا ظهرو وجبد الفردي ووجهه لراس ركان وهو يقول له بصوت عالي، قلبتي عليا، قلت ليك فوت ساحتي وفوتها عليك، ما عندكش الحق تاخدها فين بغيتي ودير اللي بغيتي، أنا هو اللي عنده الحق فيها، هي ديالي أنا ديالي كتفهم؟ وبنفس النبرة رد عليه ركان وقال له أنت السبب في اللي وقع عليها، فقدت القدرة على المشي بسببك، ما قادرش تحميها بعد. ومن بعد أسبوع رجع صخر ورجع معه غدير المغرب، اداها لدارو ومن بعد مشى لدارهم طلع لمو خوه. ودازو 3 أيام وكان واقف في البالكون كيقرا في ميساج صيفطو ليه عمر وهو يصوني ليه التليفون في ايديه. جاوب صخر وقال نعم الوالدة. رقية قالت بغيتك تجي اليوم تغدى معانا، عندي شي هدرة نقولها ليك. صخر قال اينا هدرة؟ قالت ليه امو ايوا جي وغادي تعرف. قال صخر الوالدة ما مساليش خليها النهار اخر. رقية قالت ليه بحزن خاصك تجي ضروري، ماشي وقت ما هدرت معاك تجبد ليا الخدمة. واش انت عايش غير الخدمة؟ ما باغي تزوج ما باغي تستقر ودير ولادك، علا من خدامك تضرب هالتمارة؟ بغيت غير نعرف. صخر تعصب وقال ايش جاب شي زواج الهدرة؟ الوالدة بلا ما تجهليني تاني ارحم والديك، ألف مرة قلت ليك ما باقيش تجبدي لي هاد الموضوع. رقية قالت شوف نقول ليك صبرت حتى عييت وسايرتك وما كان حكرش، ولكن هذا لا غادي تجي للدار وفكرة زواج غير دخلها لدماغك، واليوم نفكو هاد الجرة، أنا لقيت ليك البنت المناسبة وكنت منا تجي باش نناقشوا الموضوع بهدوء. صخر قال الوالدة واش راكي شوية لاباس؟ إلا لقيتي البنت تزوجي بها انتينيت، أنا ما خاصنيش. رقية قالت جوج كلمات اللي عندي قلتهم، إلا ما جيتيش عمر باقي عيني يجي في عينيك. قطعت وخلات بركان شاعل في الداخل ديالو. كيفاش بلان هذا الزواج اللي جا فجأة؟ كان من قبل كتجبد ليه الموضوع ولكن دغيا كيغمق عليها، هاد المرة شافها مصرة زير على قبضة إيدو وكيتحلف. أبقى واقف وداير إيديه على جنابه وهز راسه الفوق وكيصوت ودماغه مرون، فتح عينيه وزفر بالجهد ودخل وشاف غدير. جلس موراها وبدا كيمشط لها في شعرها، ابتسم وقرب عندها وقال لها تبغي نديك تعرفي على بيان؟ غدير دارت شافت فيه باستفهام وقالت شكون بيان؟ قال لها صخر ولدي. خرجت عينيها وقالت آه؟ ضحك صخر وقال ناري كل شي على هاد الحركة. قال لها صخر ولد سراج كنت عاودت ليك عليه باغا تعرفي عليه. ابتسمت وحركات راسها بآه وقالت آه بغيت. وهو يقول صخر أوكي نمشي ودابا نيت. غدير قالت واش لداركم؟ فين عايشة ماماك وخوك؟ قال لها صخر آه علاش كاين شي مشكل؟
قالت غادية. آه لا والو. وقف ولبس وهزها وهبط، خرج حطها في الطوموبيل ودار الكرسي في الكوفر، دار وطلع كسيرة سايق بإيد واحدة. خد التليفون ودوز المكالمة لمو وقال لها باللي جاي باش يتغدى معاهم. حس بها فرحات وقطع وحط التليفون. كانت الأم ديالو واقفة في الكوزينة على الخدامات كيقادوا أطباق صخر المفضلة، وهي كتقول ليهم شنو يديروا. فرحانة حيت سمع كلامها وماشي بعيد تقنعو بفكرة الزواج والتهنى من جهته. سمعت صونات وخرجات من الكوزينة والخدامة غادين جايين كيعمروا في الطبلة. بقات واقفة في وسط الدار كتسناه يدخل حتى كيبان ليها داخل، ودافع قدامه كرسي متحرك جالسة فيه فتاة. وقف قدامها وشاف فيها بابتسامة، وهي بادلة الابتسامة متوترة ومفاهمة والو. نزلت عينيها كتشوف غدير اللي حاضرة راسها وكتلعب بإيديها، ورجعت شافت فيه باستفهام. قال لها صخر، جبت معايا الضياف، ما غداش ترحبي بيها؟ رقية قالت اه. نزلت عند غدير وسلمت عليها وقالت مرحبا بك بنتي. غدير هزات فيها عينيها وهدرات بصوت خافت وقالت شكرا. رقية قالت تفضلوا الطبلة، جيتوا مع الغدا. مشات سبقات وكتدور تشوف صخر وغدير، تخربقات وما فهمات والو. شكون هادي اللي جا معاه وفين كيعرفها؟ جلست في مكانها المعتاد وعينيها على صخر اللي تحنى على غدير وهزها وجاي بها لطبلة الأكل. كتشوف فيه رقية ومصدومة، لاحظت الابتسامة اللي على وجهه والطريقة باش كيشوف غدير. حطها في الكرسي اللي جنب ديالو وهي مزنكة من الحركة اللي دار قدام الأم ديالو. دخل سراج للصالة وهو يشوف صخر وابتسم ودور عينيه، بانت ليه غدير وفهمها طايرة، عارف مجية صخر ماشي غير هكاك. تقدم عندهم وسلم على أمه وباس ليها راسها وتسالم مع صخر وقال أخيرا توحشتيني وجيتي تشوفني. صخر قال له أيش غادي نتوحش فيك مثلا؟ وهو يقول سراج والله لا توحشتيني، باينة في عينيك. شكون هاد الزين؟ صخر عقد حجبان وقال حضر عينيك غادي نتقبهم ليك. وهو يقول له سراج هادي هي. خلى صخر واقف وقرب عند غدير ومدلها إيده وقال أخيرا تشرفت بمعرفتك. قال ليه صخر جلست حنجر باين فيك الجوع. وشاف سراج إلاف نازلة من الدروج وطلق من إيد غدير ومشى جلس في بلاستو بعد ما لعب على أعصاب صخر وعجبوه شنو دار. وهي تقول إلاف عندنا الضياف، شكون هاد الزين؟ قال سراج مازال ما عرفناش السي صخر، وقيل كيتسنى حتى تجمع العائلة. رقية طول الوقت محيداتش عينيها على غدير، حاسة بشي حاجة ماشي حتلهيه وخاطرها ما مهنيهاش. قال صخر حتى نتغدى ونعرفكم. وشاف فمو وقال باش ما توحلش شي ناس. جالسين في الطبلة وباشروا في الأكل وسكات غير التباصل وليفوغشات اللي كيتقرقبوا. إلاف كتسول سراج بعينيها على شكون البنت اللي جالسة حدا صخر، دار لها براسو حتى من بعد ونشرح ليك. رقية وسراج وإلاف حاضين صخر اللي كل ساعة يكب الغدير في تفصيلها وكيقرب لها الأطباق، متفاجئين بهذا الشخص اللي قدامهم ماشي هو نفسه صخر اللي كيعرفوه، وحتى ابتسامته اللي قليل فين كتبان ما فارقاتش وجهه. كملوا الأكل وغدير طول الوقت كانت متوترة بنظرات الكل ليها، وحتى صخر اللي كل ساعة كيهدر حدا ودنيها. سالوا الأكل وصخر شاف الأم ديالو وقال الوالدة عيطات عليا اليوم، بغات تهدر معايا في موضوع مهم، وحتى أنا بغيت نهدر معاك في موضوع خاص ومهم، كنت ناوي نأجلو حتى نقاد أموري، ولكن بما أنك مستعجلة وباغة تدخليني للقفص الذهبي فما عليا غير نلبي ليك طلبك. كتشوف فيه كيهدر بجدية، ما عرفت واش تفرح من هذا الخبر ولا تخاف، حيت عارفة باللي ضغطات عليه، وهو من طبعه ما كينصاعش الأوامر بسهولة، داكشي باش متخوفة من اللي جاي. سراج تك على الكرسي كيسمع ويشوف في الوضع اللي باينة غادي يتوخر بما لا يحمد عقباه.
قال صخر، باغياني نتزوج ياك؟ رقية كتحرك راسها بآه، وهو يقول لها مزيان، وحتى أنا صافي اقتنعت وغادي نلبي لك رغبتك. شد في إيد غادير وحطها فوق الطبلة وقال كنعرفك بخطيبتي غادير، وقريبا زوجة صخر بن يزيد. الكل مصدوم، حتى من غادير بقات كتشوف فيه موسعة عينيها. كيفاش خطيبته؟ إمتى هادشي؟ وهو عمره جبد لها موضوع الزواج. بقات كتشوف إيديهم اللي مشابكين وبغات تسحب إيدها وزير عليها ما خلاهاش. شاف فيها وابتسم ورجع شاف الأم ديالو اللي تصرت لها اللسان وما عرفات باش تبلات. كيفاش ولدها غيتزوج بفتاة مقعدة؟ واش هادي هي اللي غتعتاني بيه وتولد وتقوم بداره وولاده؟ راه هو اللي خاصو يعتاني بها ويشد بها في أي حاجة بغات ديرها، حتى الطوالات محال كتقدر تمشي ليها بوحدها. هي ماشي هادي اللي بغات، وماشي هادشي اللي فكرات فيه وتخيلاته في دماغها. ما عندها حتى شي حاجة ضد غدير، ولكن ما يمكنش تقبل بها كزوجة لولدها، مستحيل. نطقات بعد صمت طويل وقالت ما يمكنش. صخر هز حاجبه وقال كيفاش ما يمكنش؟ رقية بدون شعور قالت ما يمكنش تزوج بوحدة مقعدة، ما يمكنش. صخر قال بصوت عالي زعزع الفيلا كلها رقية. واقف كينهج وواصل لواحد الدرجة ديال الغضب حتى ولا كله حمر وعروقه بارزين. كيشوف في الأم ديالو بشوفات قاصحين. خبط إيدو على الطبلة حتى تزعزع كل شي وقال كيفاش تجرأتي تنطقي بهاديك الكلمة؟ فينا هي الإنسانية والطيبة اللي معروفة عليك؟ كتحني في ناس غراب عليك وتضلي تبرعي وتساعدي الناس، وعمرك احتقرتي شي حد ولا نزلتي منه. كنت مفتخر باللي عندي أم بحالك اللي كتشوف الداخل ديال الإنسان ماشي المظهر دياله، ولكن خيبتي ظني فيك. كون عايرتي شي حد آخر ما عنديش مشكل ندوزها، ولكن هي بالذات لا، ثم لا، ما نسمحش ليك. دار شاف غدير اللي حابسة النفس ومزير على شفايفها ودموعها واقفين عند رموشها. عارف هاد الهضرة دراتها وضربات لها على الوتر الحساس، وهي أصلا حاسة بالنقص من نهار ولات مقعدة، وكان كيحاول ما يحسسهاش بإعاقتها طول هاد المدة. وتجي اليوم مو تضرب لي كل شي في الزيرو وتحطمها أكتر ما هي محطمة. رجع هز عينيه اللي كينفتوا النار وهدر بصوت عالي ونبرة غضب. قال واش عارفة باللي الحالة اللي هي فيها بسبابي أنا؟ بسبابي أنا ولات كتستعمل كرسي متحرك. كان خاصني أنا اللي نكون في بلاصتها ماشي هي. فراسك بهاد الكلمة ضريتيني أنا كتر ما ضريتيها هي. عمري ما غادي ننساها ليك. شفتي واخا تسمح ليك هي، أنا ما غنسمحش ليك. شاف في خوه اللي جالس وما تدخلش نهائيا. عرف أمو اللي غلطات وما كانش عليها تجرح غدير بهديك الهضرة، وهي أول مرة كتشوفها. إلاف بقت جامدة في بلاصتها وكتشوف درجة الغضب اللي وصل لها صخر. عمرها شافتو هكا. أما رقية فبقت جالسة في بلاصتها وحادرة راسها ساقلة وما زادت حتى شي كلمة. أولا صدمتها من ردة فعل صخر وصراخه عليها، عمره في حياته هالصوت عليها وخا كيكون معصب. وتانيا دار فيها هي اللي هو على ود بنت غريبة غيكون عرفها غير البارح وجا كيقول لها باغي يتزوجها. وخا ما خلى ما قال، ولكن ما زال مبرد. لو ما كانت شمو هي اللي نطقتها وكان شخص آخر كان غادي يكون منه تصرف واحد آخر.